عدد جديد من برنامجكم اليومي التفاعلي تواصل دوت كوم. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. لدينا في هذا اليوم 4 ملفات جديدة، بعضها لقضايا تطرح لأول مرة، وهي مضايقات من نوع خاص يتعرض إليه العراقيون في أرزاقهم، وسنتعرف أيضا على تفاصيلها في أحد الملفات التي أحضرناها لكم في هذه الحلقة. تعالوا بنا إذن نطلع معا على العناوين. البداية ستكون مع جهات متنفذة تسيطر على مدرسة نور العلم في حي الجهاد ببغداد، وتطلب من طلبة المدرسة مغادرتها، والطلبة يحتجون على قرار بيع مدرستهم. بعد ذلك نتعرف على الجديد فيما يخص حال القطاع الصحي في العراق ومعاناته التي تتشابه مع باقي القطاعات التي تعاني الإهمال والتدهور. ثم نذهب إلى مضايقات يعانيها العراقيون تحديدا في سوق الجنابي الكائن في بغداد، والسوق حاليا محاط بالكثير من الحواجز التي نصبتها القوات الحكومية. والختام سيكون مع ملف تواصل إضراب ذوي المهن الصحية وسط نداءات للنشطاء يدعون بإنصاف هذه الشريحة من الموظفين العراقيين. أهلا بكم من جديد. تابعنا في حلقات سابقة أخبارا لمدارس تشتكي قلة الخدمات مثلا لطلبة يدرسون على التراب، لمدارس غارقة بمياه الصرف الصحي. أما أن يأتي الوقت الذي نكون فيه شهودا على حالات بيع للمدارس في العراق فتلكم ظاهرة جديدة. النشطاء عبر مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي تداولوا أخبارا أكدوا فيها أن جهات متنفذة تسيطر على مدرسة نور العلم في حي الجهاد ببغداد، ووجهت لهم أي للطلبة نداء بضرورة مغادرتها. في المقابل أمر طبيعي أن يتولد شعور بالحزن لدى العديد من الطلبة على مدرستهم ومستقبلهم العلمي الذي أصبح بيد عصابات وأحزاب تريد الدمار للبلد بحسب ما كتب نشطاء عراقيون. تعالوا نتابع إياكم. ليش تبكي؟ انا مريضة، انا اول ما جاء البقرة اللي انا نزلت شلون نقدر نقوم؟ هل يشوفوها؟ وين وزارة التربية؟ وين وزارة التربية؟ يعني انتوا تحبون مدرستكم؟ وتريدوها تبقى؟ الطلاب في المدرسة الموجودة ببغداد واسمها نور العلم أبدوا جانبا من الاحتجاج على قرار بيع مدرستهم، وكثيرون تساءلوا من المستفيد ولماذا بيع المدرسة حتى مستقبل الطلبة بات مهددا ببيعه لمن يدفع أكثر. في مواقع التواصل تحدث نشطاء عن محاولات لجهات من أجل بيع مدرسة في بغداد، وجهات أخرى تفعل الفعلة نفسها ولكن في البصرة من خلال عرقلة إكمال مدرسة قيد الإنشاء، مما أدى إلى تخريبها. تحديدا هذه المدرسة موجودة في منطقة الأصمعي الجديد. هاي الحدث زيارة إحدى المدارس قيد الإنشاء واللي وصلت نسب الإنجاز بها إلى نسب عالية جدا، لكنه للأسف الشديد بسبب أسباب ما نعرفها يقال إنها قضية تسوية ختامية بين المقاول الشركة المنفذة والجهة المستفيدة من حمل المشروع انترك، والنتيجة هذه طبعا اللي لاحظناه عدا عمليات التخريب، لكن وجدنا انه اكو فشل بالتنفيذ بصراحة. يعني هذه المواد المستخدمة، هذا الجبس بورد، هاي كلها مواد فاشلة،
زين. طبعا هاي الواح جبس فوق وتغطى بالسيراميك، هي المواد اصلا ما نشتغليها بصورة صحيحة، وبالتالي حتى هذا السيراميك يوقع. زين، شوفوا اثار التخريب جراء ترك البناية، يعني السقوف الثانية كلها انخلعت، الجدران كلها تحطمت، السيراميك كلها انسرق، الإضاءة، التأسيسات الكهربائية، وهذا حجم الدمار. حتى الأبواب خلعت الكهربائيات. هذه مدرسة 15 صف أو أكثر في حي الأصمعي في مركز مدينة البصرة. الآن انتقالة من أخبار الطلبة ومدارسهم المعروضة للبيع إلى حال القطاع الصحي في العراق ومعاناته تتشابه مع باقي القطاعات التي تعاني الإهمال والتدهور. لا تندهشوا إذا قلنا لكم إن الصور القادمة من البصرة وتحديداً في المستشفى الجمهوري الجناح الخاص، وهناك مواطنون وجدوا أنفسهم مضطرين إلى حمل جنازة وإنزالها عبر السلالم بسبب تعطل المصعد. هل لا مصعد ولا؟ هاي المستشفى الجمهوري. بالطابق الخاص، بالخاص هذا. الجناح الخاص عود هذا، ماكو لا مصعد ولا هاي، احترينا بالجنازة ساعة كاملة ما منزلينها. إن شاء الله. لا إله إلا الله. إلى مأساة أخرى يشهد عليها مستشفى آخر وهو مستشفى علي الغربي، وهناك تعطل ثلاجة حفظ الموتى منذ شهرين كان سبباً برفض استقبالها جثثاً لعناصر تابعين لميليشيا الحشد بعد وفاتهم بحادث مروري على طريق ميسان البصرة. دول الشباب بالحشيد ندع موتهم، وهاي ثلاجة جبنا نحطهم بالثلاجة. شوفوا ثلاجة علي الغربي عطلانة، مستشفى علي الغربي عطلانة صارها شهرين. ها شوفها عطلانة، تقلهم ما حد بيها، نوم تجيهم ما حد يجي. وهاي شوف الشباب ظاله صار عليهم حادث، مذبوبين بالسيارة، ما حد بحالهم، ما حد بحالهم. شوفوا تريد لك واحد يجي ماك. يتساءل عراقيون إذا كان هكذا حال الميليشيا التي تتحكم بمفاصل الدولة وحال القوات الحكومية، فكيف سيكون حال المواطن البسيط وما يتعرض له من إهمال داخل المستشفى؟ نشاهد الآن ما أطلق عليها عراقيون في فيسبوك كارثة صحية تتهدد منطقة الرشاد شرقية بغداد بسبب عدم طمر الأدوية المنتهية الصلاحية بشكل صحيح. السلام عليكم. أنا اليوم يعني وزارة الصحة دائما أوجه لها رسالة، وجهنا رسالة أكثر من مرتين لأهل هنا في هاي المنطقة غرب بغداد، قاعد يشكون من هاي الدواء. الدواء هذا القواطع قاعد يذبونها، ما يطمرونها بصورة صحيحة، وقاعد ينباع للعالم وقاعد يسمم العالم. وجهت أكثر من رسالتين، والعالم هسه قاعد تشتكي. هاي العلاجات، هاي الدواء دواء شيشيك الشما بيها، علاجها كامل بس ينظفونها ويغيرون منتج مالها. هاي الدواء بنواع ما قاعد يطمرونها بصورة صحيحة. فإحنا شنو يعني وزارة مضايقات من نوع جديد وربما كان متجددا. تعرفون طبعا سوق الجنابي في بغداد، المواطنون تجارا ونشطاء وصفوه بقولهم إنه أصبح سوقا للأشباح، تحديدا بعد إحاطته بالعديد من الحواجز الكونكريتية من قبل القوات الحكومية. وذكروا أيضا أنهم يعانون، أي أصحاب المحلات طبعا، من قلة العمل في السوق بعد إحاطته بهذه الحواجز، إلى جانب المبالغ المرتفعة للإيجارات التي تطلبها الحكومة منهم، رغم أن السوق شبه مغلق منذ 3 سنوات. اليوم سوق الجنابي، هذا السوق الجنابي كبير ما شاء الله، خير من الله شغل به. ها نفتح هيجي المحلات مالته، هاي مزدودات ملبوخات زين، مايسين خافت مني يفتحون هذا السوق على فرته كامله، بس 3 بي 4. ما سولف سالفة هذا السوق شنو وإيجاراتكم مش قد بي، سولف
والله السوق بالبدايه كان مساطحه، بعدين سلمت السوق السلمه دارت عقارات الدوله. زين. تابع وزاره الماليه. خوش. اول عقد بدا وياهم 2012. اي. نهايه 12 يعني 13 14. زين. 15. زين. 16 ما انتهى العقد. زين. بال 16 و 17 و 18 خلال بس الان اثناء العقد 2014 صار عندنا صار انفجارات. زين بالسوق. ابو الاسفه تانكر مال غاز ترك بوسط السوق. خوش. وعبوات وسياره مفخخه راح بيها شهداء. السوق. انتهى السوق. زين. لزموا القوات من بغداد سووا صبات كونكريتيه عاطوا السوق 360 درجه كليته. خوش. زين. وغلق السوق وحتى قعد السوق يعني بعد فد مره انتهى السوق هسه. هاي هذا السوق هو هذا السوق هسه احنا بالسوق بعد ليش نسولف. هذا السوق محلات كلها معزله والساعه هسه بالعشره مشتري خمس مشتري ما عندنا بالسوق العشره وربع الصبح خمس مشتري والله ماكو. نتابع الآن هذا المقطع وفيه مواطن يشكو حجز أمواله من قبل الحكومة وذلك لعدم دفعه إيجار محله في سوق الجنابي الذي هو شبه مغلق بالأصل رغم مراجعته وتبليغ الدوائر المعنية أن السوق أصبح مغلقا بسبب الحواجز. هي هم ما يريدون يعترفون بالغلط مالهم. شنو الغلط مالهم؟ الغلط أني غير أجي أشوف مالي وينه من سمعت اكل انفجار غير اشوف اني هذا القاعد بيه السوق شبيه زين. شنو احتياجه منو مات منو اجى منو هاجر من صار ما صار ما حد اجى عمي راجعنا عليهم قلنا له عمي احنا نريد نشيل عمي تعالوا خذوا محلاتكم ماكو عمي سووا مزايده ماكو اسمح لي زين احنا صندوق مال فلوس نجمع بعد مرور 3 سنوات 4 سنوات تعال طولة مال 3 سنوات ايش قد تصير 3 سنوات يا 6 ملايين 6 ملايين 6 ملايين زين انا شنو صندوق جاي اجمع لك زين انت ليش ما اجيت اعتبر السعاني مأجر بيت انا كل شهر ابو ملك اروح رحم الله والديك مو تجيني انت كل شهر بالضبط بالضبط وراها رحنا يابك وبيت مال ورثه اللي بيه متر واحد جارد تنازل عنه عشان يقول يا بت محجوز امالك منقوله وغير منقوله عمي ليش محجوز امالي منقوله غير منقوله من ورثني من عشان يقول مو انت مطلوب للدوله وانا عندي متر المتر تدري بيش هذا المتر ايه؟ ب 750 دينار من ورثني من ورثني المحل يا عمي. الان انتقاله الى الاضراب والاحتجاج المستمر حتى ساعه من اصحاب المهن الصحيه في عدد من مدن العراق مطالبين بحقوقهم في محافظه بابل تحديدا. طلب أصحاب المهن الصحية بحقوقهم ورفع نسبة الخطورة لهم. البداية الآن مع مواطنين يقولون نحن لا نطالب سوى باستحقاقنا لأننا نمثل شريحة مهمة في القطاع الصحي. ذوي المهن الصحية هم الشريحة الواسعة في وزارة الصحة اللي تهتم بصحة المواطن. وحسب ما قلنا دورهم مكمل لدور الطبيب ولا يقل عن دور الطبيب. هم الملامسين للمريض 24 ساعة، هم المتعرضين للعدوى والخطورة، هم الملامسين للمريض. لذلك احنا نطالب برفع التسكين الوظيفي لهاي الشريحة المظلومة وكذلك رفع نسبة الخطورة 100%، وهذا هو استحقاقهم. احنا يعني ما نطلب اكثر من حقنا. نستمع الى مواطن يتعجب من قرارات الحكومة والوزارات التي تسلب الموظف حقه بحسب ما جاء في حديثه. نتابع وإياكم. نريد نطالب بحقوقنا أمام الله وأمام الناس كلها يعني كل الوزارات. أريد حقوقنا فقط ما أريد غير حقوقنا. فأنا أتعجب شنو سبب التسكين اللي خلانا بهالحال هذا. زين فلنرجو من الوزارة من وزارة المالية ومن وزارة الصحة أن تستجيب لمطالبنا ورفع التسكين عنا. ختام هذه الزاوية مع مقطع آخر في ذات الموضوع وهو موضوع إضراب ذوي المهن الصحية. أحدهم يقول لماذا هذا الظلم الذي تتعرض له شريحتنا، يقصد ذوي المهن الصحية، ويتابع هناك حالة من عدم المساواة تمارس بحقهم أي المهن الصحية من خلال تمييز باقي العاملين بالقطاع الصحي عنهم إلى البقية. نتكلم عن الخطورة ورفع الخطورة، عن رفع التسكين وعن مطالب الموظفين اللي موجودين في وزارة الصحة وعن أخوتي اللي بالمهن الصحية.
لماذا يغبن حقنا؟ لماذا ليش احنا خطورتنا 50 والباقي مثلا مثل الاطباء او غير الاطباء 100%؟ ما بيناتنا اي فرق، احنا كنا ملامسه للمريض ونقدم له كل ما عندنا ونقدم له كل ما يوجد من انسانيه ان شاء الله. هكذا إذن هو حال العاملين في هذه المهنة، ومشكلة إضرابهم مأساة ذات حدين. فلولا الحكومة المهملة لحقوقهم لما كان هذا الإضراب الذي يضر بمصالح الكثير من المواطنين الذين لا يجدون من يداوي أوجاعهم في المشافي، الأمر الذي يهدد سلامة الآلاف منهم. الآن نذهب إلى فيسبوك. وصلنا الآن فقرة آراءكم، وفيها نلفت عناية السادة المشاهدين إلى أن الجسر الذي افتتحه وزير النقل السابق كاظم فنجان خرج عن الخدمة مؤخرا، وذلك بعد 10 شهور فقط من تاريخ افتتاحه. نشاهد هذا المقطع المصور ثم نطل بعد ذلك على نافذة فيسبوك، ومن خلالها نتعرف على عدد من آراء المواطنين في هذه القضية. يا حكومتنا بالبصرة، احنا نعاني من هذا جسرنا، جسر بيت الزيل. هكذا أصبح حال الجسر. إذن الآن نقرأ عليكم أبرز المنشورات التي كتبت في فيسبوك وتضمنت آراء عدد من الشباب العراقي بهذه القضية. نتابع الآن وإياكم أبرز هذه المنشورات. البداية مع أحمد الجاسم. يكتب أحمد: شوف الناس بالبداية من فتح وشقد فرحانين وما مصدقين، يا فرحة ما تمت، هسه صار بحالهم، وخصوصا اذا كانت عندهم حاله طارئه، وين ينطون وجههم؟ احمد يتحدث عن الفرحه العراقيه التي تختنق بعد قليل من الوقت. ماذا يفعل الكثير من الناس المحتاجين الذين ربما يضطرون لاستخدام هذا الجسر من اجل حاله طارئه، لكن للاسف لا يجدونه مناسبا؟ إلى تعليق آخر أو منشور وكتبه علي كريم ناصر، يقول علي: ما دمنا نطبل ونزمر للمسؤول على كل صغيرة وكبيرة نستحق ما يجري لنا. علي يحاول أن يعاتب شريحة لا بأس بها من حيث العدد في المجتمع العراقي، ويقول: إنكم بصمتكم وتصفيقكم للكثير من المسؤولين تشجعونهم على مثل هذا الإهمال. إلى منشور آخر. في المنشور التالي حسين العبادي يكتب: جسر التنوم القديم انبنى تقريبا قبل 40 سنة، وبقى حتى قبل فترة بسيطة بسبب الإهمال الحكومي تهدم. الفرق أنه سابقا كان العمل بضمير، ليس مثل اليوم. حسين يطرح مقارنة ما بين جسر التنوم وما بين الجسر الجديد الذي للأسف خرج عن الخدمة بعد أشهر معدودة. إلى منشور جديد نذهب وإياكم، وكتبه ليث زاحم. يقول ليث: منو يتبرع بالعدس والطحين على مود نبيعهن ونصلح الجسر؟ علي على ما يبدو ساخرا في هذا المنشور أعزائنا المشاهدين، يسخر سخرية المتهكم الجريح الحزين للأمانة على حال بلده، وإن من الحزن ما يجبرك على الضحك قهرا وغيظا. إلى المنشور الأخير نذهب الآن. مشاهد العراقي تكتب: طبعا لا نلسوا ما المستعجل على مود الانتخابات وصاحب أصوات أهل القرية بي. مشاهد ترى أن فكرة افتتاح كاظم فنجان بهذا الجسر الذي خرج عن الخدمة كان لغرض انتخابي وليس لفائدة الجماهير العراقية للأسف. الآن نذهب إياكم إلى تويتر. في فقرة هاشتاغ موضوع مؤسف ومحزن حقا، وفاة الشاب رشيد إبراهيم العقيلي من ذي قار الذي تبرع سابقا لأمه بجزء من كبده في الهند. رشيد شغلت قصته أعزائنا مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد حملة التبرعات التي قام بها أهالي ذي قار لتغطية نفقات علاج والدته، والتي قمنا ببثها في حلقة سابقة من حلقات تواصل دوت كوم.
أربع تغريدات نقرأها لكم الآن، وكيف تعاطف الجمهور مع قصة رشيد وأطلقوا عليه لقب شهيد بر الوالدين. نتابع التغريدة الأولى الآن. أحمد الطائي يكتب: إلى متى يدفع أبناء هذا الوطن ضريبة الإهمال الحكومي للقطاع الصحي والمرضى الذين أجبروا على العلاج في البلاد الأخرى ويتعرضون للنصب والاستغلال؟ واختتمها بالهاشتاج شهيد بر الوالدين. إلى تغريدة ثانية نذهب وإياكم، وكتبها علي العبساوي. يقول علي: تبرع بجزء من كبده إلى أمه وأثناء العملية الجراحية لفظ أنفاسه الأخيرة ليموته ولتعيش أمه وليضرب لنا مثلا إنسانيا في الإيثار، عنوانه وبالوالدين إحسانا. كان هذا دليلا واضحا على تضحية هذا الشاب من خلال هذه التغريدة التي قالها شاب عراقي. إلى تغريدة ثالثة نذهب وإياكم، وكتبها محمد. يقول محمد: كان لأهلي قلعة سكر دور كبير لإسعاف حالتهم الصعبة، لكن مشيئة الله كانت أقوى. الآن نذهب وإياكم إلى التغريدة الأخيرة التي ظيلت بهاشتاج شهيد بر الوالدين، كتبها الظافر إدريس أو الظاهر إدريس. يقول الطاهر: لقد مات وليد وهو يحاول إنقاذ والدته. في هذا الوقت أستذكر كل طبقة الفساد المجرمة التي جعلت العراقيين يموتون في شرق الأرض وغربها بسبب تردي الواقع الصحي في البلاد. إلى هنا تنتهي تغريدة الطاهر والتي ذيلت بهاشتاج شهيد بر الوالدين. بعد الفاصل ننتقل إلى المقاطع المصورة. عروس مندليا الفاجعة التي يستذكرها العراقيون هذه الأيام. حرب الخليج الثانية حين تدمر النيران كل مظاهر الحياة وصور ربما يراها البعض لأول مرة. التواصل بيننا وبينكم أعزائنا المشاهدين قائم، ولكن هذه الحلقة وصلت إلى نهاية. لاحقا نلتقيكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.